مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. كالعادة يوم الاثنين بنقول مع حضراتكم في تقريبا الكرة العالمية بشكل كبير جدا. الدوريات الخمس الكبرى خلاص معظمها أو 90% منها انتهى خلاص. الدوري الفرنسي وبيحصل عليه البي اس جي، الدوري الإيطالي والإنتر بطل الدوري الإيطالي، الدوري الألماني وملحمة عظيمة لتشابي ألونسو المدير الفني لليفركوزن، والفوز للمرة الأولى في تاريخ النادي بالدوري الألماني كمان على طبعا مستوى الدوري الأسباني. الريال بيحسم الأمور يمكن من بدري شوية، ويعني مع أنشيلوتي الحقيقة وصوله للمباراة النهائية في الشامبيونز ليج بيثبت ان الريال هو البطل في جميع الاحوال. طبعا من محبي برشلونه، ولكن الحقيقه متابعتي او رؤيتي لريال مدريد خلال الشامبيونز ليج وحصوله طبعا على الليجا الاسبانيه بتقول ان فريق ريال مدريد من الفرق النادره جدا عندها شخصيه البطل. الحقيقه هنتكلم على دوت بالتفصيل النهارده في حلقتنا النهارده. كمان هنتعرف على الفرق الهابطه من دوري او دوريات الخمس الكبرى، مين كمان الفرق اللي هتلعب في دوريات الخمس الكبرى الصاعده من الدرجه الادنى. كل ده النهارده ان شاء الله معانا في حلقتنا في المحترف. لكن طبيعي لازم نتكلم على مشوار النادي الاهلي. الحقيقه مشوار النادي الاهلي خلاص قفل مارسيل كولر والجهاز الفني واللاعبين ملف التنافس المحلي او الدوري المصري. لكن قبل ما اتكلم على المباراه الذهاب في دوري نهائي دوري الابطال الافريقي، لازم اتكلم الاول كمان على الحقيقه التحيه الكبيره جدا للاعبين والجهاز الفني للمشوار المحلي. الحقيقه اللي كان عليه ضغوطات كثيره جدا جدا، كانوا اربع مباريات صعبه جدا في مشوار النادي الاهلي لاستعاده يعني قمه الدوري المصري، وكلها الحمد لله تمت بنجاح بنتيجه 12 بونت من 12 بونت. وده يعني الحقيقه بعض الناس مش شايفه الضغوط الكبيره، بعض الناس بتشوف ان مؤجلات النادي الاهلي ده بتديله اريحيه، على العكس تماما. كل مؤجلات النادي الاهلي الحقيقه بتكون عامل مضاد للفريق وعامل تعطيل للفريق وضغوط اكبر على الفريق. لما حضرتك بتحط اتنين في منافسه يعني ويبقى بتدي نمره واحد او بتدي واحد من الاتنين فرصه انه يلعب 7-8 مباريات وربنا يوفقه يكسب هذه المباريات، وبتطلب من الثاني تاجله 3-4 مباريات، فالنادي الاهلي عليه ان يعني بيحارب بكل قدرته انه كمان فارق النقاط ديت يعوضها كلها بنجاح. اي مباراه في الدوري بنقول النقاط هتتعوض، لكن الاربع ماتشات اللي فاتوا الحقيقه النادي الاهلي كان بيلعب مباريات كؤوس، يعني كل بونت كان ممكن لا قدر الله النادي الاهلي يخسره بيبقى بيبعده شويه عن مقدمه الدوري ان شاء الله مع استكمال طبعا المباريات المؤجله. فالحقيقه الجهاز الفني اتعامل معاها باحترافيه كامله. تحيه لكولر على هذه الاربع مباريات اللي فاتوا. بعض المباريات ما كانتش على المستوى المطلوب على المستوى الفني بعض الاداء، لكن 12 بونت وده المهم ان احنا بنأدي بشكل جيد وبنكسب العدد الكامل من النقاط، ده مهم جدا. كمان تحيه للاعبين، الروتيشن اللي بيحصل والضغوط الكبيره جدا على اللاعبين واللعيبه ما شاء الله ما شاء الله تاتش شوت كمان لغايه الدقائق الاخيره وبلاس 90 المتعودين عليه، روح النادي الاهلي موجوده وبنقدر نكمل مسيرتنا بشكل جيد جدا. مستاهل جدا انك تكسب الاسماعيلي والجونه والاتحاد وتخش على بلديه المحله، ده ما كانش سهل يعني، مباريات كلها متتاليه وكل ما بين كل مباراه ومباراه 3 ايام، فبتخش في ضغوط كبيره جدا جدا. لكن زي ما بقول لحضراتكم الصفحه اتقفلت، فريقنا بيستعد ان شاء الله للمباراه المقبله امام الترجي في نهائي دوري الابطال. وزي ما اقول لحضراتكم يمكن النادي الاهلي كان خد اجازه او اللاعبين خدوا اجازه 24 ساعه بعد مباراه بلديه المحله، لكن من امبارح اللعيبه رجعت تاني والنادي الاهلي بيواصل الاستعدادات الحقيقه بقوه لهذه المباراه المهمه جدا جدا والمرتقبه الحقيقه من كل عشاق النادي الاهلي قدام فريق كبير ومباراه صعبه امام فريق الترجي. والنادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم بدا امبارح الحقيقه تدريبات قويه جدا من خلال طبعا برنامج تدريبي والاطمئنان كمان على عناصر الفريق. في بعض اللاعبين خدوا اجازه لمده 24 ساعه كمان نتيجه الاجهاد في الفتره اللي فاتت، لكن ان شاء الله باذن الله خلاص الفريق رجع النهارده تدريباته ان شاء الله
هتستمر النهاردة وبكرة، والسفر بإذن الله يوم الأربع اللي جاي لطبعا يعني مباراة زي ما بقول لحضراتكم النادي الأهلي متعود على هذه المباريات الكبيرة، لكن مباراة صعبة ما فيش شك. على المستوى الفني بتقابل فريق محترم جماهيريا على أعلى مستوى، فريق بطولات، فريق عنده الإمكانيات القوية جدا جدا وخاصة على مستوى البطولة الأفريقية، لكن الحقيقة كلنا كمان ثقة وإن شاء الله النادي الأهلي ولعبته توصل لهذه المباراة وهما في أعلى قمة من التركيز وأعلى قمة من الاستعداد إن شاء الله على المستوى البدني وعلى المستوى النفسي لخوض يعني الخطوة الأولى إن شاء الله لحصد إن شاء الله النجمة الـ 12 النجمة الأفريقية 12. مباراة الترجي مش سهلة إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم هتكون خطوة إن شاء الله إن النادي الأهلي يحصل على النجمة رقم 12 في تاريخه الأفريقي. ده مهم جدا إن احنا نعرفه، يعني النهاردة إن شاء الله حلقة